بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر الحاجات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله سبحان الصحابه لنا هذا هذا ختمتيه ختمتيه والحمد لله لا